هوريكم النهاردة ازاي هنشغل صدر البطة بشكل جديد. عندي 2 صدر بطة مفتوحين بالشكل ده. هنجيب النهاردة الساندراي ونقطعها بالشكل ده. عندي دلوقتي 2 معلقة زيت هنزل فيه ببصلاية مبشورة، وبعدين عندي كمان جزراية مبشورة ومعلقة جنزبيل، وبعدين الطماطم الساندراي. دلوقتي هضيف البهارات وجوزة الطيب. ودلوقتي هنبتدي نحشي صدور البط. اول حاجة هنحطها في صدور البط، عندي مكعب زبدة، مكعب زبدة برة التلاجة من قبل الاستخدام بحوالي ربع ساعة عشان يتفرد معايا بمنتهى النعومة كده. نجيب شوية ساندراي كده على بصل على جزر ومليانة توابل، وهنبتدي نقفل صدر البط عليها. مكعبين زبدة، بمجرد ما هيسيحوا هنزل عليهم على طول بصدور البط. برتقان، وادي عصير الليمون حطيناه فوق البط. هنسيبه بقى كده يتسبك ويقصر مع نفسه، يشكشك يعني. عندي 2 كوباية كسكسي، 2 معلقة زبيب، لوز مقشر، عندي يعني 2 معلقة جزر صغيرة قوي مبشورة او 1/4 جزراية بالكتير قوي، وطماطميتين شيري حطهم سلام، وبعدين هنزل فوق كل ده بالمية السخنة. ادي البط، تقلبه بقى على الناحية التانية عشان يكون كده متشرب من كل الصوص. عود روزماري اخضر كده زي ما هو، حطه زي ما هو في الصوص. ودلوقتي بقى هنبتدي نحضر الحلو، 3 خوخات او على حسب العدد زي ما قلتلك. اهم حاجة تكون الخوخة بتاعتي كده شكلها جذاب ومثيرة، وتكون كمان كاملة النضج، ما تكونش خضرة. الطاسة بتاعتي كانت سخنة شوية من البداية، وبعدين هنزل عليه بالسكر و3 معالق عصير ليمون و2 كوباية مية. 2 كوباية المية دول عشان خاطر المية اللي هي اللي هتخليلي بقى فعلا الخوخ بتاعي يبقى كونكاسيه. هنزل فيها بحوالي 1/2 كوباية سكر، وعندي 1/2 كيلو فراولة، 1/4 كوباية مية سخنة. اخر حاجة هحطها في صوص الفراولة هي 2 معلقة فانيليا خفيفة، وبعدين هضربه بالميكسر. ادي الخوخ. ودلوقتي هنبتدي نقشر قشر الخوخ اللي هو بطريقة الكونكاسيه بالشكل ده. عندي 1 سكوب ايس كريم، وكمان 1. هنزل عليهم بقى بصوص الفراولة. صوص الفراولة اللي احنا عملناه حاجة كده يعني لا تقاوم. ان شاء الله تكون وصفاتنا عجبتكم. ما تنسوش تزورونا على موقع ست البيت، وما تنسوش تقولولنا رأيكم في برنامجنا وفي وصفاتنا. باي باي.